تاريخ من الإنجازات النقابية ودعم المحامين. دفع النقابي البارز والسياسي الكبير سامح عاشور إلى الترشح لمقعد نقيب المحامين بالانتخابات المقرر عقدها في 4 سبتمبر المقبل، رافعا شعار المحاماة فوق الجميع. شعاري معكم وبكم المحاماة فوق الجميع. وكشف عاشور عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي سيركز على 5 قضايا عاجلة قادم لإنقاذ ما يمكن استنقاذه من شؤون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلا، ووضع الخطط الطويلة في الأمد أو الخطط الرئيسية لكي تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعا وكما يريد كل الأطراف. ولكن قبل عرض الرؤية الشاملة نذكر ببعض إنجازاته السابقة، عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تقلص عدد المقيدين بالنقابة واقتصار جداولها على المشتغلين أدى لزيادة المعاشات ورفع سقف العلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية. انتبه المحامون إلى أن هناك خطر داهم يريد أن ينال من المحاماة ويريد أن ينقض عليها. انتبهتم وانتفضتم فكنتم خير دفاع لي. محاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. هذا ما سطره سامح عاشور ضمن فصل المحاماة بالدستور المصري. لقد أعلى الدستور المصري سنة 2019 من قيمة المحاماة، وكان الأستاذ سامح عاشور عضوا في لجنة 50، وكان دائما يتردد علينا في لجنة 10، وأيضا في لجنة الصياغة عندما أصبحت لجنة 10 هي لجنة صياغة الدستور. تعديلات قانون المحاماة الصادرة في أغسطس من العام 2019 ترجمة واستكمالا لهذا الجهد التشريعي، لتؤكد التعديلات على حصانة المحامي أثناء عمله في المحاكم وأمام جهات التحقيق والاستدلال. وكذلك لا يجوز احتجاز المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع، ويعرض الأمر على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتحقيق فيما قدم ضده من بلاغات أثناء تأدية عمله. كما جعلت التعديلات النقابة سيدة جداولها، ومنحت المجلس الحق في وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال. نصت التعديلات على تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى. النص الذي وضعناه في قانون المحاماة المتعلق بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما هو الذي ينقذ نقابة المحامين من كارثة أي كوارث اقتصادية، وإنه ده حفاظ وحماية لأموال المحامين، احنا بناخدها مقدما بدل ما ندور عليها بعدين. أحدثت تعديلات القانون أكاديمية المحاماة التي وضع حجر أساسها النقيب العام سامح عاشور والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. سوف تعلو المحاماة بهذه الأكاديمية. سوف نبدأ مرحلة جديدة. لن ينضم لنقابة المحامين من هو حاصل فقط على الليسانس الحكومي، وإنما سوف يكون الانضمام لنقابة المحامين بهذه الأكاديمية وبعد هذه الدراسة وبعد هذا الكد أعز من الانضمام إلى أي جهة قضائية أخرى.
كما دعم مطالب محامي الإدارات القانونية وخاصة المتعلقة بالاستقلال عن جهة الإدارة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. شهدت القاهرة الحدث الأبرز بتشييد مبنى نقابة المحامين الجديد الذي كان حلما وأصبح واقعا ملموسا، تحقق رغم تشكيك البعض في إمكانية بنائه. كما وضع عاشور بمشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حجر الأساس لأكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، والتي ستمثل صرحا علميا مهما وستعلو بالمحاماة وتؤسس الجمهورية الثانية لها. ووضع نقيب المحامين بمشاركة اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي حجر الأساس لأول ناد رياضي واجتماعي للمحامين بالقاهرة الجديدة على مساحة 5 أفدنة تقريبا. النادي المخطط له هيكون أحسن نادي في مصر من حيث المستوى الاجتماعي، من حيث الإنشاءات، من حيث الإمكانيات، لأنه إحنا بنقدم للمحامين ما يستحقونه من أداء. وعن مقرات النقابة الفرعية بالقاهرة، افتتح عاشور مقر حلوان على مساحة 340 مترا، ومقر القاهرة الجديدة على مساحة 350 مترا. إضافة لمقري جزئيتي الزاوية الحمراء ورود الفرج. وفي الجيزة افتتح عاشور مقر نقابة المحامين بشمال الجيزة على مساحة 1000 متر. كما يجري تطوير نادي المحامين بالعجوزة كليا بالشكل الذي يليق بأعضاء النقابة، وتم إسناد التنفيذ لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية. في الإسكندرية تجرى أعمال تطوير وإنشاء نادي المحامين بجليم، وتبلغ المساحة الإجمالية للنادي 3000 متر، وتنفذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. وفي مرسى مطروح افتتحت النقابة مقر نادي وفندق المحامين بالمدينة الساحلية ليستغل مصيفا للمحامين. وفي الغربية طورت النقابة نادي المحامين بالمحلة. ووافق عاشور مؤخرا على تطوير نادي المحامين بطنطا على أن يتم إنجازه في أقرب وقت ممكن بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات. وفي الدقهلية افتتح نقيب المحامين نادي المحامين بالمنصورة عقب تطويره كليا، والذي يضم عدة قاعات متعددة الأغراض. تنفذ النقابة مشروعا يضم 6 عمارات بها 72 شقة لاستخدامها كمصيف للمحامين بمدينة قمصة، وتصل نسبة الإنشاءات الحالية بها إلى 40%، على أن تسلم المرحلة الأولى للمشروع الصيف المقبل. وفي بورسعيد شيدت النقابة مقرا جديدا لها، ويتم تجهيزه لافتتاحه في أقرب وقت، ويتكون من 4 طوابق على مساحة تزيد عن 2000 متر، ويضم 39 غرفة فندقية وقاعة أفراح وكافيتيريا ومطعم واستراحة كبرى للمحامين. وفي المنيا افتتح سامح عاشور مقر النقابة الفرعية المكون من 7 طوابق على مساحة 400 متر، وسيستغل جزء منه استثمارياً إضافة للنشاط الإداري لنقابة المنيا. وفي أسيوط اشترت النقابة شقة مساحتها 300 متر بجوار المقر الحالي، وتعد ملحقا بالمقر الإداري لخدمة محامي أسيوط، كما تم دفع مقدم الأرض الخاصة بنادي محامي أسيوط الذي سيقام على مساحة 12800 متر.
وفي أسوان افتتح عاشور نادي المحامين عقب تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، وهو النادي المنشأ على مساحة 2000 متر. ويضم قاعات متعددة الأغراض ومطعما وكافيتيريا ومنطقة أطفال وغرفا لإدارة شؤون النقابة الفرعية. كما استعادت النقابة مجموعة من الأراضي التي سحبت عام 2013، ومنها الأراضي بالمدن الجديدة في محافظات القاهرة ودمياط وبني سويف والفيوم وأسيوط. ومن جانب آخر أنشأت وطورت النقابة العشرات من غرف واستراحات المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وأمدتها بشاشات لعرض الرول تيسيرا على المحامين، ومن أبرزها إنشاء وتأثيث غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة العليا التي كانت مطلبا مهما لجموع المحامين المترددين عليها. وكنت دائما أقول أننا لا نشيد أبنية ولا قلاع ولا جدران ولا حوائط، وإنما نشيد مؤسسات للعدالة تدافع عن الحق، تدافع عن الديمقراطية، تدافع عن سادة القانون، تدافع عن كفالة حق الدفاع، تدافع عن كل القيم النبيلة التي ينتمي إليها المحامي والمحامي. فنجحت في إقامة مشروع الإسكان بمدينة 6 أكتوبر رغم ما تعرض له من عقبات، وبدأت في تسليم 240 وحدة سكنية عقب الانتهاء بالكامل منها، حيث شكلت النقابة لجنة للتسليم وتسلم الكثير من المحامين الحاجزين لوحداتهم عقب إبرام العقود. مدينة برج العرب بدأت نقابة المحامين أعمال تسليم 312 وحدة في مشروع الوحدات السكنية للمحامين بعد إتمام إنشاء 13 عمارة تضم الواحدة 24 شقة بأسعار مميزة. لم ترى تلك المشروعات النور إلا في عهد النقيب سامح عاشور الذي بذل جهدا كبيرا في التصدي لقرارات سحب الأراضي المخصصة لإسكان المحامين وتمكن من وقف تنفيذها. كانت نقابة المحامين أول من تصدت لقانون الضريبة على القيمة المضافة في مهده، فدعا النقيب سامح عاشور إلى اجتماع للنقابات المهنية بمقر النقابة بعدما تقدمت الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشة آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين والمهنيين. قررت النقابات المهنية رفض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وطلبوا تأجيله نظرا للكلفة للتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين. ومع إقرار القانون عطلت النقابة لائحته التنفيذية لعدة أشهر حتى وقعت بروتوكول مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين وحدد قيمة مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10% المنصوص عليها في القانون. كما أعفى المحامين من التسجيل وتقديم الإقرار الشهري، تلاه بروتوكول ثلاثي بين النقابة ووزارتي المالية والعدل. بقالنا 3 سنين بنتعامل مع هذا القانون، لم يقدم محامي في مصر بتهمة انه ما سجلش نفسه، ولا بتهمة انه ما قدمش اقرار، ولا بتهمة انه ما دفعش 10%. واحد يقول لك ايه ده، بعتوا لنا وسجلونا، ايه الخوف والرعب اللي انت فيه ده؟ مسجلك هو، انت سجلك يعني ايه؟ سجلك يعني ايه؟ ما انت مسجل، انت اصلا ملفك هناك موجود في الضرايب، بياناتك واسمك ومحل اقامتك مسجل، اقرارك السنوي بالدخل مسجل. بتكلمني تسجيل ايه؟ يا اخوانا انتوا محامين كبار، ما ينفعش حد يخدعكم ويوهمكم بالخوف، احنا ما بنخافش. وبقول لك سامح عاشور ما سجلش وما قدمش اقرار، وبقول لك القانون بيحميني، والاتفاقيه والبروتوكول اللي احنا عملناه مع وزاره العدل ومع وزاره الماليه بيحمينا في اللي احنا وصلنا اليه.
وبالتوازي مع البروتوكول طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة. وترأس سامح عاشور هيئة الدفاع عن المحامين في عدة قضايا أسفرت عن براءة المتهمين بها وبدت دليلا واضحا على تماسك أسرة المحاماة. أبرز تلك القضايا هي المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء التي كان من بين المتهمين فيها المحامون منتصر الزيات ومحمد منيب والأستاذ الفقيه الراحل الدكتور محمود السقا، والقضية المعروفة إعلاميا بمحامي حلوان الخاصة بستة محامين، واصطف مجلس فرعية حلوان خلف النقيب العام حتى صدر الحكم بالبراءة، واحتفل المحامون ببراءة زملائهم، وكرم مجلس الفرعية عاشور لجهده في تلك القضية. تنظيم صفوفنا في مرحلة المحاكمة وفي مرحلة التحقيقات قبلها أدى في النهاية إلى نتيجة طيبة، نتيجة البراءة في معظم التهم الرئيسية، وأيضا أثبتت شيء آخر يجب ألا يغيب عنا، أننا كنا أمام قضاء منصف، أنصفنا في أول درجة وأنصفنا في ثاني درجة، وأطلب منكم تحية القضاء. كما تولت نقابة المحامين الدفاع عن أعضائها المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة مدينة نصر التي كان من بين المتهمين فيها أبو العلا مكي عضو مجلس فرعية شمال القاهرة. وترأس نقيب المحامين الدفاع عن محامي مطاي الثمانية المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجلس فرعية المنيا. كما ترأس عاشور هيئة الدفاع في القضايا المعروفة إعلاميا باسم تيران وصنافير والتي اتهم فيها عدد من المحامين في الإسكندرية وشبين القناطر. وردا للجميل تقدم المحامي عدنان عبد المجيد بالشكر للنقيب العام للوقوف بجانبه في أزمته وترأسه هيئة الدفاع عنه مقدما له المصحف الشريف. واحتفى العديد من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي ببراءة المحامية شيماء عبد الرحيم مثمنين جهود النقيب العام في وقوفه بجانبها وما بذله في القضية لحين صدور حكم ببراءتها. وترأس النقيب سامح عاشور أيضا هيئة الدفاع عن عدد من المحامين المتهمين في قضايا أخرى والتي لا تزال منظورة أمام المحاكم. كما شكل لجنة دفاع لحضور التحقيقات مع كافة المحامين المقبوض عليهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتظاهرات سبتمبر 2019. وكانت أزمة محامية الشرقية هي الأبرز التي كانت مقيدة بالجدول العام وتعدى عليها أحد الضباط أثناء إلقاء القبض على أحد أقاربها، وتكفلت النقابة بكامل مصاريف علاجها على الرغم أن الجدول العام خارج نطاق التغطية العلاجية. وزارها عاشور في المستشفى للاطمئنان عليها مؤكدا لها أن النقابة لن تتركها حتى محاسبة من تعدى عليها وفقا للقانون. كما أعقب ذلك جلسة طارئة لمجلس النقابة ناقشت كافة تفاصيل الأزمة واتخذت القرارات اللازمة، لكن المحامية تصالحت مع الضابط في نهاية الأمر. وأثارت أزمة محامي المحلة ضجة كبرى وضربت بها نقابة المحامين أروع الأمثلة في الدفاع عن حقوق أعضائها، حيث اعتدى أحد ضباط كمين شرطة داخل المدينة على محام، فتواصل النقيب سامح عاشور مع وزير الداخلية الذي أوقف الضابط على الفور وأحاله للتحقيق داخل الوزارة
وأمر بتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه، وبالفعل سلم للنيابة فجر يوم الواقعة. كما تواصل عاشور مع النائب العام والمحامي العام الأول للنيابات المحلة للتحقيق السريع في الواقعة، وبالفعل بدأت النيابة التحقيق صباح اليوم التالي للواقعة، وكان يوم جمعة. محلة ليه؟ مكان تجربة، درس، بيتدرس في التعامل مع أخطاء الآخرين. احنا عندنا خطأ حدث بحق أحد من أبنائنا المحامين وتم الاعتداء عليه، لما المحامين وقفت على موقف واحد وكان قرارها قرار واحد وموقفها دون خطأ أو تجاوز، خدنا حقنا، حبسنا الضابط اللي اعتدى على المحامي، ووقفنا عن العمل، ووقفنا كل الضباط اللي تجاوزوا على الفيس. هكذا كانت النقابة وستظل درعا صلبة وحصنا منيعا تدافع عن أعضائها في أزماتهم تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور. تعظيم الموارد وترشيد الإنفاق انعكس على رفع الحد الأقصى للعلاج عدة مرات حتى وصل إلى 30,000 جنيه. وزيادة مبلغ الحد الأقصى للحالات الحرجة إلى 50,000 جنيه وفقاً لقرار مجلس النقابة الصادر نهاية 2018. أما فيما يتعلق بالمعاش فقد شهد ارتفاعا ملحوظا على مدار سنوات وصولا إلى مبلغ 3,000 جنيه كحد أقصى، ومعامل فئة السنة 75 جنيها. بينما بلغ الحد الأدنى 1,000 جنيه، وكذا إقرار معاش الدفعة الواحدة والزيادة السنوية للمعاشات بقيمة 5%، إضافة لرفع المعاشات القديمة عدة مرات. استمرارا لهذا الدور التاريخي، أكدت النقابة مرارا وتكرارا دعمها لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب لاستئصاله من جذوره، كما شدد نقيب المحامين على دور النقابة في صون الحريات. طول عمر نقابة المحامين قلعة للحريات وقلعة للدفاع عن حقوق الإنسان وقلعة للدفاع عن الناس دون التخلي. لا نستطيع أن نتخلى عن دورنا في توفير الحماية القانونية لكل أطراف المجتمع مهما اختلفنا معهم سياسيا. دائما أقول وأختم حديثي: فلتسقط إسرائيل، ولتسقط أمريكا، ولتحيا الأمة العربية، ولتحيا مصر، وعاشت المحاماة. تاريخ ممتد وطويل خاضه سامح عاشور عبر عشرات السنين منذ أن كان طالبا وحتى أصبح نقيبا للمحامين ورئيسا لاتحاد المحامين العرب، وحتى وضع لنفسه مكانا بين أبرز وأهم الشخصيات العامة والسياسية في مصر والوطن العربي. خاض مواجهات كثيرة ودخل في معارك طاحنة تعثر في جزء منها، وحقق نجاحا وبطولات في كثير وكثير منها. ناضل من أجل ما آمن به وأعطى الكثير لمهنته ونقابته ووطنه، سواء في مصر أو في الوطن العربي. لم يهوى أبدا مناطحة الصغار، لكنه منذ البداية شامخا في معاركه، كريما في انتصاراته، عزيزا في انكساراته. ورغم اختلاف مشارب واتجاهات من واجهوه، إلا أن جميعهم وعلى رأسهم خصومه اللدوديين
اجتمعوا على أمر واحد، أن سامح عاشور فارسا شجاعا في كل معركة يخوضها، يبذل ما في وسعه ولا يدخر جهدا أو عطاء من أجل أن يكسب قضيته مهما كلفه الأمر، عنيدا إلى أبعد الحدود، رغم أنه سياسيا بارعا يتفاوض ويهاجم وفق حساباته الدقيقة حتى يصل إلى ما يحقق له مكسبا فيما يدافع عنه من قضايا.